كذب على الناس أن نقول لهم إن الإسلام يدعو إلى التسامح بمفهومهم هم. ما هو التسامح بمفهومهم هم؟ التسامح بمفهومهم هم هو أن يكون المسلم والكافر شيئا واحدا، وأنه ليس هناك حق ولا باطل، ولا جنة ولا نار، ولا هدى ولا ضلالة. والتسامح بمفهومهم هم أن لا تقول للمسلم مسلم، ولا تقول للكافر كافر، ولا تقول إن المسلم في الجنة والكافر في النار. طيب، لست أنا الذي أقول هذا، القرآن الكريم يقول هذا: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية.